اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من اسرار شرق اوسطيه. اعلن اخر انذار قبل تدمير تل ابيب. هذا ليس امرا مؤجلا الا بزياره غوشتاين الى بيروت، وبعدها مباشره ستصبح الحرب في مربع اخر. هذا هو التطور الاستثنائي الذي قد يلاحظه الجميع، والمخابرات الأمريكية تؤكد أن هناك أولا تجاوز لكل بنك الأهداف السالف الأمريكي الإسرائيلي، وأمريكا اليوم ليس لديها ما تزيد عن بنك الأهداف المقرر ضمن الضربة التي وجهت نحو حزب الله. المسألة الثانية أن بنك الأهداف اليوم انتهى عسكريا إلى محاولة ضرب حزب الله اقتصاديا من القرض الحسن وغيره من المؤسسات. المسألة الثالثة عسكريا، فإن إطلاق آخر سرعة لهذه الحرب للطرفين معا سيكون بعد زيارة غوشتاين، وهذا الذي قال به وكيل حزب الله الأخ الأكبر لحزب الله بلغة نعيم قاسم بعد يوم الاثنين. ستكون آخر فرصة لعدم تعديل 17/01 ولا أيضا أي توجه نحو المزيد من التدمير. الآن يحاول الإسرائيل تدمير ما لديه، لكن بالنسبة للخطوط الحمراء التي حاول أن يلتزم بها حزب الله لفترة طويلة ولا تزال إلى الآن قبل موت قائده نصر الله وبعدها، ولا يزال الوضع على ما هو عليه بخصوص عدم التصعيد وعدم الذهاب إلى ما سمي بالحرب المفتوحة بين لبنان وإسرائيل، تجعلها مفتوحة لإسرائيل، ويحاول جهد الإمكان الحزب أن لا يشارك في التصعيد بهذا الخصوص. لكن على العموم الآن الأمريكي سينتهي كل مشواره على وجه التحديد في الغد في 48 ساعة القادمة، لأن إسرائيل لا تريد سوى استثمار الضربة الأخيرة نحو الاقتصادي لحزب الله، لأن هناك من يعد على وجه التحديد بتسليم أموال إلى لبنان عبر فرنسا. وبالتالي فهذا المؤتمر للرابع والعشرين من أكتوبر هذا الذي يسعى معه الآن الإسرائيلي إلى تدمير أي مال إيراني حسب زعمه في لبنان، من أجل جعل المال الغربي جزءا من الحل، وأيضا للسيطرة على جميع مفاصل الدولة في لبنان، وهذا هام جدا بالنسبة للظرفية التي يعمل عليها الآن الإسرائيلي. من جهة أولى هناك من يرغب في جعل العشرين إلى الرابع والعشرين تمريرا لضربات اقتصادية ضد حزب الله وموارده المالية ومن دون رد، لأن أمامنا أولا المخاطب الأمريكي، ومن جهة ثانية مباشرة المؤتمر الذي يعقده ماكرون. وفي هذه الفترة سيكون لإسرائيل ضربات موجهة دون رد فعل، هذا الذي يريده الأمريكي بتنسيق. وهذا أمر معلوم، كان في وقف إطلاق النار بالتجزئة والتقسيط كما جعلها الأمريكي في غزة، والآن أيضا يحاول أن يمرر، وهذا هو أهم ما يريده الأمريكي الآن، إضعاف حزب الله اقتصاديا قبل أن يوافق على أي رزنامة مالية تجاه لبنان. هذا كله على صعيد تأطير العملية نحو العصب الاقتصادي لحزب الله دون أن يكون ردا على خليج وإحراق خليج حيفا ومن بعده تماما مؤسسات أخرى في وسط إسرائيل. إذن الأمر هنا دقيق للغاية بخصوص التطورات الجارية
واليوم يحاول أن يستبق الإسرائيلي هوكشتاين للحسم في أمور كثيرة خصوصا على هذا الصعيد، وإفشال ماكرون الذي يحاول وزير الخارجية الآن الإسرائيلي أن يقود بالمسار القضائي ضد ماكرون لضرب قراره بخصوص حظر السلاح الموجه الى اسرائيل ووقف جميع الصفقات بهذا الخصوص. ويسعى الان الاسرائيلي عبر وزاره الخارجيه ان يكون هذا امرا قانونيا ويكون بمواصله ذلك عبر المحاكم في فرنسا، رفع دعاوى ضد الرئاسه الفرنسيه والدوله الفرنسيه والمطالبه بتعويض للاشاره فقط. على اي حال، إذا أمامنا هذا التكتيك الأمريكي الإسرائيلي المعروف، فدائما عندما تكون خطوة يغطيها الأمريكي إما بخطاطة إما باتصال إما بإرسال وفد وهكذا. إذا هذا هو الوضع الشديد الأهمية بالنسبة لضرب العصب المالي لحزب الله في هذه الظرفية دون أن يكون لحزب الله طريقة للرد والمسؤول الأمريكي في بيروت. إذا هذا قد يكون الجزء الرئيس في هذه العملية السياسية التغطية الأمريكية للإجراء الإسرائيلي العسكري. هنا ننتقل مباشرة إلى أي ظروف حاليا يعمل عليها الإسرائيلي في الشمال. من جهة أولى، هناك على الأقل سقوط ستسمعه قريبا، سقوط لواء أيضا في الشمال، وهناك ما يزيد عن 35 اليوم، وشكل ذلك استثناء شديد الأهمية لأن ما يدعوه الآن جالانت بالفرقة 98 هي التي عملت بشكل مكثف من أجل المزيد من الاختراق وخطب فيهم جالانت. والمعلوم أن 98 هذه الفرقة بالإضافة إلى القوات الخاصة مظليين وقوات خاصة، كل هذا يضعنا أمام ما سمي بخسائر 98 والتي حاول اليوم وزير الدفاع تجاوزها ومحاولة تجهير أن هناك إنجازات لتمرير الخسائر 401. هذا اللواء الذي تحدى مصر في معركة رفح ليقتنصه أبناء جماليا. على أي حال، إذن الوضعية الآن وضعية شديدة الأهمية، لكن هناك ملاحظات لا بد من تأكيدها. من جهة أولى، وصول الصواريخ الثقيلة للجولان لإعلان أن هذه هي الصواريخ التي ستوجه مباشرة إلى الثكنات الأخرى والتجمعات، فهذه هي الرسالة الأولى. الرسالة الثانية والأكثر أهمية أن هناك محاولة لعزل الفرقة 210 الخاصة بالجولان، وهذا قد يعطي ربما تمهيدا لتوجه آخر في الجولان، بالإضافة إلى الخسائر التي تكبدتها الطائفة الدرزية المتحالفة مع الجيش الإسرائيلي بعد سقوط أهم ضباطها الكبار في هذه الحرب، وخصوصا ما حدث اليوم أيضا بالنسبة لقائد 401. المسألة الثالثة، أننا نتحدث عن ضربات أكثر جراحية في الجولان، وهذا للتأكيد أن إمكانية الوصول إلى هذه النقطة أمر وارد، وربما على صعيد اللوجستيك أيضا يصعب حاليا قيادة معركة إسرائيلية في الجولان. المسألة الأخطر، أننا نتحدث اليوم عن جبهة أخرى ينظر لها من الآن وفي شمال إسرائيل بين قوسين على الحدود مع لبنان. يقول جالانت بالحرف بأن جبهة جديدة قادمة، هكذا يقول، تستطيع أن تحارب في غزة وأن تنقل نفس المعركة إلى لبنان وأيضا في جبهة أخرى. هذا يعني أننا نتحدث عن تحدي آخر، الوصول إلى دمشق
والتهديد من الآن. فجاء الرد على جالانت بقصف الصواريخ الثقيلة في الجولان، وهذا يؤهل للرد أن إمكانية العمل على جبهة أخرى كحالة سوريا الآن والجولان هذا هو الرد الناري. والرد الأخطر منه كرسالة نارية أن 98 للإشارة فقط كان فيها تعتيم شديد، إذ سنلاحظ أن حالة الإطلاق اليوم بلغت 400 صاروخ، وهذا الرقم يؤكده الأمريكي. والآن من كل هذا أننا نتحدث عن ضربة مباشرة لطيرة الكرمل في الساعات المتأخرة، وهنا كان واضحا أن الصلية الصاروخية نوعية. أيضا بالنسبة لحيفا وقاعدة بيريا للدفاع الجوي أيضا كان هذا أمرا بارزا للغاية. لذلك فإن الوصول إلى 400 صاروخ هذا يعني أن توجيه هذه الصواريخ 400 في الليلة التي سيزور فيها أوكشتاين، فإن إيصال 200 صاروخ إلى ما بعد الشمال هذا أمر ممكن. المسألة الثانية، السلاح الذي ظهر ووصل إلى نتنياهو، إلى بيت نتنياهو، ثم عاد أدراجه. إذن الأمر هنا خطر بالنسبة للدرونات، أسقطت 80 جنديا ووصلت إلى منزل نتنياهو. هذه الدرونات يعول عليها، لهذا فهناك أساسا رسالتان هامتان للغاية، أن الدرون الذي وصل إلى منزل نتنياهو وقبلها إلى عشاء جولاني بعد 66 كيلومتر الآن قد يخرجها وبشكل نهائي الحزب في مرحلة أخيرة، الحرب الشاملة بين لبنان وما بين إسرائيل، أو ما بين حزب الله، الحرب الشاملة بين الحزب وما بين إسرائيل. هذا أمر حاسم للغاية، لأن كل ما سيقوله الآن أوكشتاين يطرح عشرات الأسئلة بالنسبة لمطالب إضافية أو تعديل على 1701 إلى آخره، وهذا الذي يحمله الأمريكي الآن. مهم حاليا أن 400 صاروخ ستتوجه لتدمير تل أبيب. المسألة الثانية، أن الصواريخ الثقيلة هي العنوان المركزي للجولان، وهذا أيضا كان رسالة قبل نزول طائرة أوكشتاين، وستغير من كل جغرافيا الحربية العسكرية للجولان. وهناك الدرونات التي وصلت إلى معسكر جولاني ومنزل نتنياهو، هذه الدرونات قد تكون التحدي. إذن لدينا الصواريخ، الدرونات، الصواريخ الثقيلة، وما بين هذا المثلث نجد أن هناك اعتبار دقيق للغاية أن تدمير تل أبيب قد يصبح قاب قوسين أو أدنى. وهذا السيناريو هو الذي يسعى الآن الأمريكي على الأقل إلى القول أن هناك استعداد عبر ثاد غيره، عبر أكثر من 150 منصة أخرى. الأمر لا يتعلق بثاد، الذي نقل في واقع الأمر هناك 70 منصة أيضا، إلى جانب صواريخ جو أرض موجهة أيضا نحو إيران. إذن الأمر هنا دقيق جدا بالنسبة للحالة التي يعمل عليها الآن الإسرائيلي والأمريكي في تنسيق واحد تجاه لبنان. لبنان بايدن يرسل رسالة بأن وقف إطلاق النار أقرب بكثير في لبنان في واقع الأمر، من أجل التأهيل أن يكون أوكشتاين له خطاطة حسمت أيضا. والآن هناك شيء واحد، 1701 قد يكون من دون تعديل هو الخيار الوحيد، وهو السقف النهائي الذي يمكن أن يقبل به الحزب. وبالتالي فإن ما بعد هذه الخطوة سيكون هناك صعوبة أكبر في التعاطي مع إجراءات أخرى قد تدفع فعلا إلى أن
يكون تدمير تل أبيب بالصواريخ أمام حالات إطلاق قد تصل إلى أبعد مدى، وهناك تقدير أن قادر اثنين إلى الآن هو الموجه بشكل مباشر إلى تل أبيب، هو أعطيت بطاقته التقنية لكنه لم يفعل، مطري قوي ويمكن أن يكون لمجرد إطلاق 100 صاروخ على تل أبيب سيكون معدل الوصول في حدود 30 إلى 40 حسب آخر تقرير. ولذلك فإن هوكشتاين وتدمير تل أبيب كل هذا في صنعة واحدة، بالإضافة إلى ثالوث الناري الذي وضعه الحزب اليوم، رسالة واضحة قبل المفاوضات الأخيرة والجولة الأخيرة بين هوكشتاين وبري. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.